نعم أهلا، ما هي المستجدات كريمة إلى غاية هذه الساعة؟ نعم زميلتي جهيدة، إذن هو اليوم الثاني من الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي، مختلف النقابات ومختلف القطاعات مشلولة خلال اليوم الأول وخلال اليوم الثاني. زميلتي جهيدة، نحن الآن متواجدون بثانوية أحمد البيروني بالحراش بالعاصمة، كباقي المؤسسات التربوية الأبواب موصدة في وجه التلاميذ. التلاميذ عادوا أدراجهم صبيحة اليوم، وربما التحقت فئات أو أسلاك أخرى بهذا الإضراب. ليس الإضراب لا يعني فقط الأساتذة زميلتي جهيدة، حتى المقتصدين وعمال الإدارة هم كذلك في إضراب في اليوم الثاني. نسبة الإضراب في اليوم الأول تجاوزت 60%، يعني نسبة معتبرة، وربما ستزداد ترتفع النسبة في هذا اليوم الثاني. ربما للحديث أكثر معي ضيف يحضر هنا بثانوية، هو مقتصد في الثانوية بدورهم هم في إضراب كذلك. سيدي، ربما ما هي الأعمال التي قاطعتموها خلال هذه أيام الإضراب هذه؟ إن فئة موظفي المصالح الاقتصادية سلك من أسلاك التربية وجزء لا يتجزأ منهم، نعم، وهم يواصلون الإضراب لليوم الثاني محتجين على إلغاء قانون التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. الأعمال اللي قطعناها هي كل الأعمال الإدارية والتربوية والأعمال المالية، كل الأعمال تتعلق بموظفي المصالح الاقتصادية. ربما سيدي السؤال فقط، هل يعني من ربما تهديدات أو مضايقات مارستها الإدارة يعني ضد هذه الأساتذة، ربما المقتصدين، هل في يعني نوع من المضايقات؟ لا، قضية المضايقات ما عندناش مضايقات، احنا بمجرد صدور بيان الإضراب دخلنا مباشرة في الإضراب، الأمور طبيعية، يعني الأجواء عادية. عادية. إذن زميلتي جهيدة، مثل ما شاهدتم مشاهدينا الكرام، كانت هذه تغطيتنا المباشرة لليوم الثاني من الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي. الكل مصر والحكومة مصرة وعلامة استفهام كبيرة، إلى أين سيتوصل الوضع هو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة بإذن الله. هذا ما لدي زميلتي جهيدة في هذه الصبيحة، ربما مستجدات أخرى في مواعيدنا اللاحقة إن شاء الله. وفدت شروق نيوز إلى إحدى ثانويات العاصمة كريم.